الابل هو اللي صار، الابل هو اللي وصلنا لهون. الست شهور الاولانيات هن اللي وصلونا لهون. العالم كانت ناطره كلمه واحده من بشار الاسد، كلمه واحده ترضيهم. انا اتحدى حتى الاشخاص اللي هلا معارضين جدا جدا، انه بهداك الوقت اذا بتسالي اي حدا اذا بيقولوا لك انه كان حكى كلمه واحده بس وقال انه انا مثلا بدي اعمل لفترض ولو هي لعبه، وفا انا اقول لك لعبه، لو لعب لعبه وقال انه انا بدي اعمل انتخابات رئاسيه مبكره، انا بدي اقول لك انه انا كنت نزلت انتخبته لإله.